أكبر الله أكبر هشام أكبر هشام أكبر صحابي حر هشام أكبر صحابي حر هشام أكبر. البطلة في جيدو في رياضة جيدو عدة مرات بطلة إفريقيا سليمة سواكري خذت على عاتقها أنها تدافع بإمكانيات ضئيلة. ما عندهاش إمكانيات هذه المرة، ما عندها والو يعني ده غير الإرادة ديالها، وبما أنه عندها يعني اسم وعندها كذا هاي تستعمل فيهم، ولكن ما يكفيش باش تدافع على حق عائلة جزائرية بحصولها وليدها في فرنسا. هاي ديك نسمعوها واش راهي تقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالا اليوم حبيت ندير لكم هذا البوتي لايف باش نتكلموا على قصة هزت الرأي العام الفرنسي والجزائري. قصة أب جزائري راهو يحارب بكل طاقته باش يرجع حق وليده يانيس اللي كنت درته لكم 8 سنوات، كان ضحية حادث مرور في فرنسا من أب جزائري وأم جزائرية. الأم بتاعه راهي مدمرة لأنه يانيس كان 5 دقائق مقبل يلعب في البارك اللي تم مع أخته، وراح مع يماه باش يقطعوا الطريق في الباساج بيتون، يعني في الممر الخاص بالناس اللي تمشي. فجات واحد السيارة تقودها امرأة فرنسية، نون سولمون ضرباته يعني بالطوموبيل، لكن ما حبتش تحبس وزادت كملت يعني عفست فوقه. ونخلي انا ما نقدرش نحكي على هذا الواقعة الأليمة، نخلي الأب اللي راه موجود هنا وجا خصيصا من فرنسا باش يحكي على الألم تاعو، وخاصة باش بوكي كومبا. أنا هذا وش عجبني في هذا الأب الجزائري الشجاع، أنا سميته بالبطل هو والأم، يعني لأنهم راهم يعني يتضاربوا بكل قوتهم باش يرجعوا حق وليدهم يانيس ربي يرحمه 8 سنوات. اذا راهو معانا مباشره حكيم اللي جانا من بيربينيون اكزاكتومون دونك من فرنسا باش يحكي على الحادثه الاليمه والقصه تاعك. مرحبا بك، مرحبا بك عندنا في الجزائر. احكي لي شويه القصه كيفاش بدات. اي تو دابور السلام عليكم، ميرسي دو مو ريسيفوار. افيك بليزير، سي ان غران اونور. ان ميم تان افيك بليزير. alors voilà ce qui s'est passé c'est que le 5 février من كانوا راجعين تما l'homme ou l'oulette. Alors ils étaient en train de retourner en direction de la voiture. Et puis il y a une première voiture qui s'arrête pour passer au passage piéton. Et la deuxième voiture, elle n'a pas voulu s'arrêter. Elle a tapé Yanis. Il a été projeté quelques mètres plus loin. Et là, elle décide de s'enfuir. Il y a le moment où elle a pris cette décision. En réalité, elle a achevé Yanis. Elle a fini de l'exécuter puisqu'elle l'écrase. Elle roule sur Yanis. Elle l'écrase, elle le traîne sur plus de 22 mètres sous la voiture. Et ensuite, elle le roule encore avec les roues arrière. Elle s'enfuit sans porter assistance à personne en danger. Harbat. Elle est partie sur... يعني قاستو وزادت هربت. هربت. هذا هو المشكل. لأنه لما هربت يعني كيفاش يقولوا طلعت فوقه بالسيارة تاعها. فكان ممكن كان راح يقدر يعيش وكان ما كملتش هي عليه. هاو كان حي، كان حي، كان حي في الأول. مجروح حي بصح اللي تكبب باش يعيش نورمال. المهم الا فيني دو ليكرازي اي الي بارتي 600 متر بلو لوين سي كاشي وعيطت لبنها. بنها جندرمي. نعم فقط باش نذكروا انه الابن تاعها هو دار كيف في فرنسا، دايره عندها زوج ولادها. زوج ولادها في الدرك، وهذا الشيء اللي خلاها يعني تنجو من العداله الفرنسيه، باش تشوفوا بلي لانجوستيس، هاد الناس اللي يتكلموا بحقوق الانسان ويتكلموا بالانسانيه، تشوفوا كيفاش يعني حق هذا الطفل راح يعني ظلما. فنخليك تكمل اسمح لي. يا عندك هي عيطت لولدها الجندرمي وما عيطتش السامي ولا البومبي ولا الامبولانس يعني باش تعاون الطفل. ما عيطتش للاسعاف. ما جابت ما هي اللي خبراتها. الا ابلي لا جندرمري باش يجيو يعاونوها هي.
Alors, elle a appelé les gendarmes, son fils il est arrivé. Les gendarmes ils sont arrivés. Il y a quatre enfants. قتل الطفل قدام يماه وقتلته في الباساج بيتون دارت فيه اللي ما يندارش لاخاش الطفل كسرت له كل شيء لي كوت لي زاكاسي توت لي كوت لا كاسي لي كلافيكول لو افي اكسبلوزي لي دو بومون لو ا ديكوبي لي دو جو دو فيمور لا سكالبي توت لا تيت عطيني الصوره تاع يانيس والطفل يتوغ تحت اللوطو ويماه راه يمر لوطو تاني تجري عندها رضيع في يدها شاده البيبي وتجري مور لوطو تقول لها غيتي 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 تسمع فيها ومالغري قلبي هربت 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 وخلات هكاك ايوا خلات شهود باش تشوفوا كمل احكي كمل شهود انا نوري يانيس فقط باش يشوفوه يانيس 8 سنوات تقدر تحكي اي الشهود الثاني شاهدين باللي القوريه هذه لا فرونسيز ماري كريستين سموها باللي دارتها عيناني من فاتت على الطفل الا سي فولونتير كلا ديسيدي دي ليكرازي بور سانفير مالغري داوها باتت ساعة في الجن عند لا جندارموري قعدت ساعة فقط ما زادتش من فوق الساعة ساعة عند الدرك وفقط وتلقوها تلقوها سبحان الله العلي العظيم تلقوها احنا في فيفريي من فيفريي زادوا حتى الافريل باش بحثوها نورمال ما يديروا لها لابريز دو سان الا كان شاربه ولا غدوه ولا ويلو خرج بالبرمين تاعك اللي قلت له تقط ولا قنين ولا ما داروا لها والو 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 اوك غيان با دو ميز ان غارد افيو با دو بريز دو سان سي اكزاكتومون سي الا في توي لابين وين شاو المهم هادي في كيما قالت هي تقول في كلامها انه عن بالي قست فولاتيل يعني طائر سبحان الله شوفوا يعني كيفاش كيفاش حياه الناس ولات صح يا مع الاول من عيطت لا جندارمري هما مسجلينها ديكلارات بلي ضربت الطفل ضربته سي ديكلاري سي سور لو بروسي فيربال ومن جا ولدها بدات يتبدل لي ديكلاراسيون تاعها اي باسكو ولدها يعرف القانون كم هو دركي يقولوا لها واش لازم تقولي باش تفلت من العداله سي اكزاكتومون سكي سي باسي اي لكن هذا العداله الفرنسيه اللي هي تتكلم على حقوق الانسان وتحب تحاسب بلدان واحده اخرى وهي يعني حق طفل في عمره 8 سنوات الى ايتي توي بار 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 اون فرونسيز ماري كريستين واسمها حقه يعني راح هكاك قال كوم سي كيما يقول قتلت قط ولا قضيه كيما هذه قضيه كيما هذه ماشي سليمة شواكري اللي رغم إرادتها كاملة وإلى هذا الأب اللي راه قاعد بكل قوة يصارع باش يجيب حقه وحق ولده وحق عائلته قضية كما هذه قضية خطيرة جدا هذه مرأة ولدها جدارمي سمعت قتل طفل جزائري بالنسبة لهم هي قالت له سين فولاتيل عم بلا زوج ايه عم بلا قاس زوج من التعليم هذه لابد من القنصلية تدخل سلطات القنصلية علاش عندك قنصليات من التعليم وعلاش عندك سفارات إلا ماشي بتجيب حق المواطنين اللي راهم ليه وعلاش ما نديرهاش درك إذا كان عندهم جنسية فرنسية شيء آخر شوفوا مع العدالة الفرنسية وحقهم ما يروحش ولا راح ولا لا على كل حال فرنسا دائما يحسبوا الناس اللي متجنسين بالنسبه لهم هذوك فرنسيس تايوان مش عارف فرنسيين حقيقيين هذا شيء اما اذا كان حاملين جنسيه جزائريه لانه هنا كاين شك اذا كان حاملين جنسيه جزائريه من واجب السلطات الجزائريه انها تتدخل لدى القضاء الفرنسي لانه فيها دراهم بهذا ما مش قادر يروح يدير افوكا الراجل هذا يعني. افوكا يقول لك اقل شيء 7000 يورو ايه اقل شيء يقول لك 7000 يورو ونعرفوا القضاء الفرنسي سي تو جوستيس ا دو فيتاس بغيت ولا كرهت لما تكون قاوري شيء ولما تكون عربي شيء اخر وهما احرار في بلادهم ما نلومهمش انا واحد اليوم القضيه ديالي راهم مطمطلين فيها كنا مش مخليها حتى توصل الديلي ديالها قولك الديلي
10 مارس 2023 يلزم عام يمر على ادعاء الشكوى. وش راح الاخر؟ انا براني، انا اجنبي، انا مانيش فرنساوي. هذا هو دونك نستناو بعد نمشيو نطالبو. نفس الشيء بالنسبه للراجل هذا، انا ما نقدرش نطلب من السلطه الجزائريه انها تتدخل عليا، لان السلطه الجزائريه اللي حبت تغتالني حبت تقتلني. شفتوا كيفاش؟ بينما هذا الراجل هذايا قضية تاعو اذا كان ما عنده جنسية جزائرية، ما عنده جنسية فرنسية، لان يعني فرنسا يعتبر فرنسي، كي يدخل الجزائر يعتبر جزائري. فهموا مليح، اذا ما عندش الجنسية الفرنسية يلزم يطالب السلطات الجزائرية تدخل، ما يبقاش متخاذل وضارب النح. وسليمة سواكري هنا تستعمل اسمها وتستعمل شهرتها وتستعمل كل هذه القوة والإرادة اللي عندها باتجاه السلطات الجزائرية وليس باتجاه السلطات الفرنسية، لأنه ديجا هي راهي في الجزائر. كيفاش راح تتحرك؟ كيفاش راح تدير؟ يلزمها تسافر لفرنسا، يلزمها فيزا، ويلزم ويلزم ويلزم. لا، تدفع السلطة الجزائرية باش تتحمل مسؤوليتها. هذا هو. على كل حال يعني لابد من واحد يوجه لها الشكر كامل سيد مشواكري، لأن هذه هي اللي راهي اليوم تحمل مسؤولية هذه القضية هذه. بارك الله فيها على كل حال.